هي الجموع حين ترفع ستار الليل عند باب قصر الشعب إذاناً بقدومه. جزائريون من طينة الكبار، هكذا يردون الجميل لكبير رحل بعد تسليم الأمانة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ليرفع شأنه في عيون أصحاب القرار. عظمة الشعب ومن غيره عظيمة. من كل حدب وصوب صدحت الأصوات لأجله قبل وأثناء الوصول. بقلب القصر توشح نعشه بألوان الجزائر ورفعت أيادي الترحم على روحه. فيما يحميه جنود وقفوا فخراً وهيبة لرجل كان الوالد قبل القائد. على الأكتاف يحمل، فوقت التوديع حان ولقاء الشعب اقترب. زغاريد، تصفيقات سبقت موكبه الجنائزي. في تنظيم ترفع القبعات فيه للشعب الذي وحد صوته على التكبير ليرافق قائدهم في جدار بشري مليوني حمى صندوق نعشه المعزز فوق المدرعة المكشوفة. ممرات، جسور وطرقات عامرة بأبناء الجزائر راجلين أو راكبين، الكل راغب في إلقاء النظرة الأخيرة على القائد. هنا في مقبرة العالية ملايين بشرية أخرى بمدنييها وعساكرها ينتظرون فقيدهم. وصل القائد لمثواه مرفوعاً مكرماً شامخاً في محياه وحتى مماته، لترفع تكبيرات صلاة الجنازة لروحه. رجل يصدق فيه قول الله تعالى. وهكذا أثنته كلمات من تقاسم معهم السلاح. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، لقد مد الله. وانطلقت الرصاصات من بنادق جنود احترموا التقاليد العسكرية وزفوا قائدهم إلى مثواه الأخير. فكيف كسبت قلوب الجزائريين يا زعيماً؟ منحت الجزائر روحك في سبيل أن يعيش الشعب مكرماً عزيزاً أمام الأمم. فرحمة الله على روحك الباقية في القلوب بأثرها. إن لله وإنا إليه راجعون.